أستاذ سيد، الو، أهلا شباب، السلام وسهلا. عليكم. وعليكم سلام السلام، اتفضل بحضرتك. يا فندم. دلوقتي السؤال بعد إذنك، أنا يعني كنت أعرف كده واحدة، يعني ست عندها، كان بنته مطلقة، سامعني؟ سيد، سامعينك يا فندم. سامعني؟ تمام، ومطلقة. نعم. يعني ظروفها وحشة، وحاسس ساعات بحس إن هي معمول لها حاجة، ضربة بيوجعها، رجليها بتوجعها، بتحس بصداع، بتكونش مركزه. قلت لها انت ممكن حد يكون عامل لك حاجه، بتقول لا، مع ان انا شاكك ان هي معمول لها حاجه. ما هو هي ست غلبانه جدا جدا جدا، بس جنبنا بقى لها فتره، حاسس ان هي ماشيه في الشيء الغلط، مش عارف بقى الحل. يعني حاولت انصح كتير بس يعني يا مفيش استاذ فايده. سيد، انت شايف ان هي معمول لها عمل عشان ظهرها ورجليها وجعينها؟ لا، افعالها غلط، افعالها غلط. افعالها يعني ايه افعالها غلط؟ معلش. يعني هي تعرفش هي بتعمل ايه. طيب، هي حد مش منظم، حد مش بيعرف يفكر في ترتيباته، حد ما بيتعلمش من اخطائه، كل دي اخطاء بشريه ليس لها اي علاقه بالعمل يا فندم. تابعنا يا استاذ سيد، يعني تابعنا عشان نقطه يعني مهمه. تروح للدكتور وتشوف الضغط الدم بتاعها شكله ايه، تشوف لو ظهرها ورجليها وجعينها. تروح تروح ممكن للدكتور نفسي، ممكن تكون عندها ضغوط، بالزبط. الضغوط دي عامله لها اثار عضويه. ويا سيدي، علشان خوفك الماورائي ده، تقول اذكار الصباح واذكار المساء مع الذهاب للدكتور. نعم. بس خلاص، سهله جدا ان شاء الله. تتفرج على البرامج اللي فيها ازاي احسن من نفسي وازاي اطور خاصه من نفسي وازاي برنامج انمي من نفسي من القلب للقلب. وازاي انمي من نفسي. انما هتقول ظهرها وجعها ورجليها وجعها، يبقى معمول لها عمل، ده كده مصر كلها والعالم كله معمول له عمل، بقى كلنا ظهرنا وجعنا.